بسم الله، السلام عليكم. للبهارات المطحونة: مسمار، هيل، سارانيس، بذور الشمار، قرفة، قشرة جوز الطيب، ورق غار، كزبرة، كمون، فلفل أسود، جوز الطيب، كالباسي أو ستون فلاور. نطحنهم كلهم مع بعض ونحطهم على جنب. والخلطة الثانية: ثوم، زنجبيل، فلفل أخضر، والبصل الصغير الهندي. أيضا نسويهم مع بعض إلين ما يصيرون مثل المعجون ونحطهم على جنب. وفي قدر البرياني نحط زيت والسمن ونذوبه. ننزل عليه خليط البصل والثوم والزنجبيل والفلفل ونحركه بشكل مستمر على نار متوسطة إلين يغمق في اللون. إذا غمق نزل من البهارات المطحونة تقريبا 3 ملاعق وحركه. وإذا بقى من البهارات المطحونة احتفظوا فيها في برطمان، كركم، فلفل أحمر، حرك شوي، ماي الدجاج وخلط، ليمون، روب، خلط 10 دقائق على نار خفيفة. بعد 10 دقائق نملحه، كزبرة، نعل النار ونخلط، ماي، انتظروه إلين يبدأ يغلي. طبعا دندقل منطقة موجودة في ولاية تامل نادو، معروفين بحقهم البرياني، وحقهم البرياني تاريخه قديم يعود لأكثر من 400 سنة. الحين بدأ يغلي، غطوه على نار متوسطة 10 دقائق. الحين ننزل الرز. الرز اسمه جيرا رايس. جيرا بالهندي معناته كمون. وليش يسمونه كمون؟ لأن شوف شكله بحجم حبوب الكمون. إذا مش موجود يستخدمون سونا ماسوري. أنتوا استخدموا الرز الصغير اللي يستخدمونه في المجدرة. حاولوا أنكم تقلبوه مع المرق. إذا وصل لهالمستوى خففوا النار وحطوا فوقه سمن شوي. غطوه بورق الموز، بس لا تضغطوا واجد. بعدين اكتموه بقصدير، بعدين بالغطاء شيلوه، حطوا تاوة ورجعوا القدر، حطوا ثقل وخلوه على نار هادئة جدا 20 دقيقة. عادة هذا النوع من البرياني ما يكون نثري واجد. انتهى الوقت، طفوا النار، بس لا تفتحوا القدر الحين، خلوه يرتاح 10 دقائق. مثل ما قلت لكم البرياني هذا عادة ما يكون نثري، لكن احنا العرب اثبتنا ان ما في احد يعرف يتعامل مع الرز مثلنا. جربوها وبألف صحة وهنا.